السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو سريع كده ردا على شوية أسئلة بتجيلنا. فاحنا متعودين الأسئلة دايما اللي بتكون مكررة بشكل ملحوظ بنحاول نرد عليها يعني بفيديو عشان يبقى ثابت معانا دايما، علشان أي حد يحتاجه في أي وقت بإذن الله يلاقيه. طيب، أنا جاي لي يعني بقالي فترة كده بتجيلنا أسئلة كتير، زي مثلا خليكم معايا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ كلام كده يعني ماشي. انا خريج كلية اداب وعايز اخش المجال، ومش فاهم ابدأ باخصائي ولا فني، ومش عارف الفرق بينهم. سؤال تاني برضو كايلنا، صباح الخير، ازيك يا هندسة؟ انا خريج كلية علوم وانا كده اخصائي ولا فني؟ برضو زميل، السلام عليكم ورحمة الله. هندسة، بعد اذنك، ايه موضوع الختم الازرق والاحمر موجود في الشهادة بتاعت المعهد؟ تمام. يعني هو يعني انتوا نفس الاسئله دي كده مكرره كتير قوي، اللي هي فكره الاخصائي والفني ومعهد السلامه والمواضيع ديت. خلاص كفايه كده، يعني هي نفس كلها مواضيع متعلقه بنفس الفكره يعني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره بتاعت المعهد السلامه ايه، او الشهاده دي؟ الاول المعهد السلامه بيكلمك عن اول، هي الشهاده الوحيده المعتمده في مصر. خلينا احنا بنتكلم عن مصر عشان اي زميل تاني في دوله تانية ملوش دعوه بالفيديو دوت. الشهاده دي الوحيده المعتمده في جمهوريه مصر العربيه، بتتكلم عن القوانين الموجوده في كتاب القانون العمل في مصر عن المواضيع اللي تخص السلامه والصحه المهنيه. طيب، المواضيع، هل الكورس ده مهم جدا ولا عادي ولا ملوش لازمه ولا مش لازم ابدا بيه؟ خلينا نتفق بغض النظر عن المحتوى اللي فيه، هي الشهاده المعتمده الوحيده في مصر، فانت لازم تاخدها. حبيت ما حبيتش، مقتنع مش مقتنع، فانت لازم تاخد الشهاده دي. اتنين، لازم تبقى عارف قوانين بلدك في المجال، متبقاش شغال في منشأة أو شغال في أي موقع أو وما انتش عارف القوانين، لأنك أنت في الآخر لما بيحصل حاجة أنت بترجع، التحقيق بيتم على بناء على القوانين المحلية الخاصة بالدولة بتاعتك، مش بيتم عن طريق الأوشا أو غيره أو أي كان الستاندرد التاني. تمام كده؟ فأنت لازم تكون معاك الشهادة من المعهد السلامة، انا بتكلم على مصر. تمام كده؟ طيب، فكرة بقى الاخصائي ولا فني او خلينا نرجع الاول نفهم القانون المصري بيقول ايه. تمام، وبعد كده نتكلم كلام بسيط بقى نعرف الدنيا الناس تعمل ايه يعني. تمام، خلينا نتكلم على، بيقول لك الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح شهادة اخصائي للسلامة والصحة المهنية. احنا كده متفقين ان احنا لازم ناخد الكورس ده معانا، يكون موجود في السي في بتاعك، لانك انت لازم تكون فاهم قوانين بلدك. ما ينفعش اصلا منشاه تشغلك او شركه تشغلك من غير ما يكون معاها الراجل بتاع السيفتي او المسؤول السلامه دوت يكون معاه الشهاده ديت. خلاص، ده معاد حاجه لازم كل شركه دلوقتي اصلا بتجري ان هي اول حاجه طلب ليها الشهاده ديت. ليه؟ لانها بتامنها كشركه، معلش ما يحصل حاجه لا قدر الله في الموقع عندك او ويجي يتحقق في الاخر اصلا، ويجي يقول لك الراجل ده اصلا معهوش، الراجل ده اصلا ايه اللي يثبت انه شغال سيفتي اصلا؟ اوشا، نيبوش، ايش، كل ده كله اصلا مش معتمد بيه في رسمي اصلا، دي كورسات مكمله ليك انت عشان تفهم انت، لكن هي في الاخر قانونا الراجل ده مش شغال سيفتي. فانت لازم تكون معاك الشهاده ديت. طيب، ايه الفرق بين اخصائي وفني؟ خلينا نتكلم، نرجع للقانون المصري، لان وزير القوى العامله في سنه 2010 في الماده اللي هي رقم 263 حدد اللي احنا بنتكلم هنا على المؤهلات، بيتكلم على المؤهلات. ال 2010 القانون 263 حدد الكليات اللي تاخد اخصائي. فانت شوف نفسك فين في الكليات ديت، يبقى انت كده لما تيجي تروح المعهد هيديك شهاده اخصائي سلامه وصحه مهنيه. ايه هي الكليات ديت؟ اللي بيقول لك ايه، الكليات العلميه رقم واحد، العمليه
فانت كليتك علميه عمليه، فانت كده بتاخد اخصائي زي جامعه ايه مثلا، الهندسه، الزراعه، الصيدله، كل دي كليات علميه عمليه عمليه كده على طول بتاخد اخصائي. طيب انا خريج حقوق، انا خريج تربيه، انا خريج اداب، انا خريج تجاره وما شابه، دي كليه ادبيه. طيب بيحتاج ايه علشان ياخد اخصائي؟ بيحتاج يكمل سنه كامله في احدى جامعات الحكومات اللي هي الحكومه المصريه زي معهد البحوث البيئيه بجامعه السادات او عين شمس. تاني لو انت كليه عمليه علميه زي هندسه، زراعه، علوم مثلا، انت كده بتاخد اخصائي، بمجرد انك تخلص الكورس معاهم بتاخد كده شهاده اخصائي. طيب انا خريج كليه حقوق، تجاره، اداب وما شابه، انت حضرتك بتاخد شهاده اصلي كده، ما خدتش حاجه غير الكورس ده، وبتاخد شهاده فني سلامه صحه مهنيه. هل ممكن انك تعدل الشهاده ديت؟ اه بتاخد قبل بقى ما تاخد الشهاده ديت بتاخد سنه او بعد، هي مش تفرق، بتاخد سنه في معهد البحوث البيئيه بجامعه السادات او عين شمس، دي كليتين المعتمدين في مصر، انك انت بتاخد السنه معاهم وبعد كده بتديك شهاده اخصائي. يبقى انت كده الراجل اللي خريج حقوق او تجاره او اداب ممكن ياخد شهاده اخصائي سنه مصلحه مهنيه. طيب في اللهم صل على النبي، في قانون برضو تعدل في 2010، وزير القوى العامله قال لك زود على كليه تربيه اقسام معينه، كليه تربيه اقسام معينه تاخد على طول اخصائي، الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، البيولوجي، الاقسام ديت، الرياضيات، الاقسام ديت على طول بياخدوا شهاده اخصائي، الاقسام ديت بياخدوا شهاده اخصائي. يبقى الكليه التربيه في اقسام معينه بتاخد شهادة أخصائي على طول، اللي هم أقسام الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجي والرياضيات، دول بياخدوا، دي تعتبر كلية عملية علمية. خلاص يبقى ده ما يجي حضرتك ده يخش ياخد كورس الأخصائي بياخد على طول أخصائي، مش محتاج السنة بتاعت معهد السلام. كان زمان، كان من فترة كبيرة أوي يعني من حوالي 10 سنين، كان بيعملوا حاجة اسمها استثناء، كنت تروح كده عندهم وتروح تقول لهم انا خريج مثلا اداب ولا تجاره او حقوق وعايز اعمل استثناء، ويقول لك ماشي ويديك شهاده اخصائي. كان زمان الكلام ده، بس الكلام ده وقف من زمان بقى فتره كبيره يعني. يعني في ناس هتلاقيها قديمه وخريجه حقوق مثلا او كده وتلاقيها معاها شهاده اخصائي، فدوت اصلا انه كان عامل حاجه اسمها زمان استثناء، ما كانش ليها قاعده يعني. كنا ساعات اللي يروح يجرب كده تيجي معاه، ما تجيش بقى كانت تبقى هي حظهم يعني. طيب يبقى ايه بقى الجهات المعتمده في حسب القانون المصري اللي هو 2003 134 ماده 134 2003، المركز القومي للدراسات الصحه المهنيه، ده موجود في السويس، اسكندريه، اسيوط. تاني المركز القومي للدراسات السلامه والصحه المهنيه موجود في بالقاهره اساسا، وفروعه في السويس واسكندريه واسيوط، ومعهد السلامه والصحه المهنيه بالقاهره وفروعه في جميع المحافظات. دول الجهات الحكومية المعتمدة اللي بتدي شهادة أخصائي وفني. طب إيه بقى، نرجع للموضوع الختم دوت، إيه موضوع الختم الأزرق والأحمر؟ فكرة بس إنك أنت ممكن تاخد شهادة أخصائي من تاخد كورس وتاخد شهادة أخصائي وأنت خارج حقوق أو تجارة أو آداب، بس بيتكتب لك فيها لا يعتد بها في التعيين، لا يعتد بها في التعيين، ويديك الختم اللون دوت. فالموضوع كله تمييز بس بين الكليات، والموضوع كله اخصائي او فني. طيب في ناس بدأ عايز يخش المجال وتقول لك لا انا اصلا كده الدنيا بايظه معايا، انا مش داخل، انا مش هعرف اعمل حاجه كده، انا موضوع كبير ولسه هاخد سنه، ما تتكتب لك فيها زي ما كتب لك، اصلا انت محتاج ايه؟ الكلام ده هيفرق معاك في ايه؟ الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده اصلا بيفرق قوي في موضوع التعيينات. موضوع التعيينات، شركه مثلا، محطه كهرباء، محطه صرف، مصنع، وهكذا، دول بيهتموا قوي بفكره انك انت تبقى اخصائي او فني او الجو دوت. لكن عموما في الكونستراكشن والانشاءات والمشاريع و و والحاجات الكبيره ديت الموضوع مش مهم قوي يعني. انت عادي ممكن تلاقي واحد معاه شهاده فني وهو ماسك مدير مثلا او استشاري كمان عادي، الموضوع بسيط جدا. فانت مدام ناوي تدخل المجال ما تعملش حسابك بقى على الموضوع فيه مشكله، ان انا هيبقى ختم احمر، ختم ازرق، اخصائي فني، توكل على الله وابدا وخش، ما تخليش حاجه زي كده توقف لك. انت والله فني ومتضايق من الموضوع وكده، والله خد، انا اقصد يعني كليه ادبيه ومكتوب لك فني، والله خد سنه مش هتفرق، سنه والموضوع هناك بسيط، والوقت بيظبطون يعني يوم في الاسبوع وهكذا، يعني الموضوع فيه هناك فاهمين الوضع عامل ازاي مع الناس، فالموضوع مش صعب.
تاني حاجة انت متاش واقف عليه، يعني خش اشتغل، محدش هيوقف لك، محدش يقول لك لا انت والله فني مش هينفع مش عايزك. الموضوع مش ماشي كده خالص، عشان بس ايه الموضوع ده يتقفل. فخلينا نفرق بين انك انت بس الموضوع دوت ان ده معهد المعتمد في مصر، لانه لازم تبقى عارف قانون بلدك، فبيديك شهادة بانك انت خدت الكورس دوت. الشهادة دي تبقى اما اخصائي اما فني. اخصائي الكليات العملية العلمية او كليات الفني، يا اما كليات الادبية او ما دون ذلك. بس الكليات الادبية ممكن تعوضها بيه انها تاخد سنة من معهد البحوث. اظن كده الفكرة وضحت سريعا، انا مش عايز اطول فيها، بس انا عايز بس ملخص، لان الموضوع ده بيتسأل كتير جدا. وما تقعدش تشغل بالك انت بقى بموضوع الختم الازرق والختم الاحمر واعمل بها ايه، ابدأ اشتغل، خد الكورس وابدأ اشتغل، وبعد كده طور من نفسك وشوف هتعمل ايه بعد كده. يعني ما تخليش الحاجة دي توقف معاك. لو انت بالذات هتبدأ في المجال ابدأ خد على طول. انت خدت كود حقوق، خد اخر خد فني مفيش مشاكل، والكل وخلاص كده الشركه هتبدا تعين، اي شركه تقدم لها بتعينك وهي مطمنه انك انت كده قانونا انت معاك شهاده انك تشتغل في المجال. لكن انت اصلا ما تاخدش تبدا بوشه وتروح لشركه تخاف على نفسها، الشركه تخاف على نفسها، ما يحصل تحقيق، يحصل مشكله، يحصل حاجه، الراجل ده مش سيفتي اصلا عشان يشتغل في المجال. فالفكره كلها انك انت معاك شهاده عشان انك انت قانونا تنفع تشتغل. وصلت الفكره؟ وتقدر تعدل وتقدر تظبط بعد كده، القانون متاح لك انك انت تطور من نفسك وتساعد نفسك، انك انت لو فني مضايقاك او اخصائي الموضوع مش زي ما انتوا فاكرين صعب جدا ومعقد. الدنيا السوق مفتوح للجميع، السوق مفتوح للجميع. وطبعا الواحد عنده يعني كومنتات على الموضوع دوت، ومحتاج، انا شايف الموضوع محتاج يعني تعديلات في القانون و بس ده مش الشيء اللي احنا عايزين نتكلم فيه. انا بس بوضح الفكره للناس اللي بتسال كتير، اخصائي فني ختم ازرق ختم احمر، خش توكل على الله، خد الكورس وطور نفسك بعد كده. الموضوع مش صعب، الموضوع مش واقف، والمجال مفتوح والدنيا فاتحه نفسها. ما تخليش نفسك دي اللي معقداك ودي اللي مخلاك. بس انا هيتقال لي فني، مش هيتقال لك حاجه خالص، مش هيتقال لك حاجه خالص، انت مالكش دعوه باللي انت شغال في الشركه لها تايتل، كل انت بترقى وليك اسامي تانية خالص، وفي سوبرفايزر وفي تيم ليدر وفي استشاري وفي مانجر وفي سينيور وفي اسامي. انت اصلا كلمه اخصائي فني ديت لا تستخدم غير تقريبا في المصانع او في الاماكن اللي هي المنشات الحكوميه، تمام؟ زي وبرده خلينا نرجع برده، افرض ما فيش غيرها ودي مجالك وانت شغال، يعني هقف بقى عشان اسمي فني؟ ما اسمي زي ما اسمي بقى، اشتغل وظبط، طور من نفسك وما فيش مشاكل، ما توقفش نفسك على حته الختم الازرق والاحمر. أتمنى تكون المعلومة سريعة وصلت. كل عام وأنتم بخير، ونتقابل على خير يا رب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.